السلام عليكم متتبعي ومتتبعات قناة شافها شمس كاينة. الفيديو ديال اليوم غادي يكون واحد بتيفور موديرن بالنكهة ديال الحامض، ما فيش بزاف ديال المكونات ودغيا تيتصوب. غادي نحتاجو ليه 260 غرام ديال الفورس، 200 غرام ديال الزبدة، ومية غرام ديال السنيدة، وجوج ديال البيضات. هنا البيض غادي ناخدو غير صفر، جوج صفر ديال البيض باش غنعجنو، والبيض غادي نستخدموه في حاجة واحدة أخرى. والنكهة ديال الحامض بطبيعة الحال لاروم ديال السيترون، وهنا عندي لوز إيفيلي، تقدروا ديرو لوز هاشي ولا كاوكاو هاشي ولا اللي كان عندكم. غادي نبدأ أول حاجة بزبدة، الزبدة هنا تكون مرخوفة شوية بوماد. غادي نزيد عليها سنيده، قلنا 200 غرام ديال الزبده مع 100 غرام ديال السنيده، صافي غادي نخدمهم مزيان بيديا. صافي دابا بعد ما خدمت الزبده مع السنيده غادي نزيد جوج صفار د البيض، غناخد الصفار نخدم به، وغادي نخلي بيض البيض حتى هو غادي نخدم به من بعد، هو اللي غادي غندوز فيه الحلوه عاد نحطها في اللوز ايفيلي. جوج صفر ديال البيض، وغادي نزيد لاروم ديال الحامض، النكهة ديال الحامض. غادي ندير شويه بزيت باش يعطيني النكهة مجهدة. تقريبا هذه نص ديال هاد الحكيك هذا اللي كيتباع، نص ديالو. صافي غادي نخدم هذا الشيء بيدي، وغادي نبدا نزيد الطحين شويه بشويه. ما فيهاش بزاف ديال المكونات، الزبده، سنيده، صفر د البيض، والطحين. شاد لاروم ديال السيترون تيعطي حتى اللون صفر. غادي نبدا نزيد شويه بشويه ونخلط حتى نجمع العجينه ديالي كامل. صافي دابا من بعد ما جمعت العجينه كتجي بحال هكا. غادي ناخد هكا ندير دويرات على حسب نتوما قداش بغيتهم، حيت ما فيهم لا خميره لا والو، ما غاديش يتبدل لهم الحجم ديالهم. هكا كويرات، وغادي نغطسوها في بيض البيض وداك اللوز ايفيلي. بحال هكا، وغادي نحطها في اللاطه ديالي اللي غادي تدخل الفران. غادي نعاود وحده اخرى معاكم. بيض البيض واللوز ايفيلي، هنا لو بغيتو ديروه هاشي ديروه، يعني على حسب داكشي اللي عندكم. صافي تنحط في اللاطه ديالي ديال الفران، حتى غادي نكمل العجينه ديالي كامل. صافي هنا من بعد ما ساليت الحلوه ديالي كامله كتجي على هاد الشكل، غناخد شي لعيبه بحال هكا، شي غطا ولا شي حاجه، باش غادي ندير واحد التقبه الوسط في الحلوه، وديك التقبه هي اللي غادي نعمرها بالشوكولاط بحال هكا. يعني غادي نحفر واحد الحفره، تقدروا ديروها غير بصبعكم كاع، حتى بصبعك تجي، مي هكا غادي تجي احسن. ولا ديري ديك الغطا ديال الستيلو ولا كطيب، وكتبقى لي ديك الحفره خاويه هي اللي غادي نعمر من بعد بالشوكولاط. صافي غادي ندخل الحلوه للفران درجه الحراره 180، مدة ديال 20 دقيقة حتى 25 دقيقة ونخرجها. صافي من بعد ما طابت الحلوة ديالنا كتجي على هاد الشكل هذا.
غادي ناخد شكلاط بيض ندوبو نديرو هنا في كورني، وغادي نعمر هذيك الحفره اللي كنا صوبنا. هلك صافي، غادي نكمل نعمر هاد الحفيرات هادو كاملين ونرجع نوريكم الشكل ديالها. او فوالا، الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا كيجي بحال هكا، كتجي في هذيك النسمه ديال الحامض زوينه بزاف. وبالنسبه للناس اللي بغاو يديروا شي نسمه وحده اخرى بحال بيستاش قهوه يقدروا يديروها، مثل الحامض كتجي زوينه وكيف شو ما فيهاش بزاف ديال المقادير. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وكانت معكم شيف هاشم سكينة. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.